جدا هام. جوبر كانت فقط لإطلاق القذائف، قذائف الهاون لمداها بين 2 أو 3 كيلومتر إلى 5 كيلومتر. أما عربين وزملكا كان ينصب بينها بين الأبنية المرتفعة الصواريخ المحلية الصنع التي تحتاج لوقت تحضير في دمشق الجنوبي. جرمانة من عين ترمة كانت تستهدف. عين ترمة نحن حد هلا إلى الأمام شوي يعني إياد. قدامك كأنه وادي عين ترمة ربيع. وادي منطقة جوبر. تعلم جيدا إياد أنه يوجد مدنيين داخل زملكا وجوبر. هذا هو المعبر، معبر حرملي كان يسمى. لاحظ معي هذا الطول، سنحاول النزول قليلا. أيضا هو تصريح سوري رسمي من أن الحرب، حرب الإرهابية ضد الشعب السوري قادتها الدول. لذلك أعود وأقول وأكرر وأذكر من أن القول من أن حربا كونية شنت ضد سوريا هذا كلام دخيل. من مقدرة السوري على التعامل ضد الإرهاب وقمع الإرهاب والقضاء عليه، ولكن العالم أيضا ضد هذا الإرهاب. هنا يستحضرني ويحضرني أيضا كلام المغفور له.